الا شفتي شي واحد كيدير سكيت بوردين بمعنى اخر كيطلع فوق واحد سكيت وكيبدا كيتمايل على اليمين على اليسار وكيبدا كيدير واحد الحركات اللي بشكل، فغالبا غادي تجيك واحد الفكره ديال انه السكيت بوردين شي حاجه اللي ساهله، خصني غير نطلع فوق سكيت وداك الشيء غادي يجي بوحدو. ولكن ان فوا غادي تطلع اول حاجه خاصك دير هي تشد غير ليكيليب، فما غاديش تقدر تشد هاد ليكيليب. اش غيطرى لك؟ غادي تطيح، غادي تعاود عاوتاني تحاول وتنوض وغادي تطيح. وهنا شنو غادي تقول مع راسك؟ السكيت بوردين ماشي ديالي، السكيت قاصحه صعيبه، شنو كاع انا بغيت ندير بها؟ وهذا الشيء اكزاكتومون اللي كيطرى بزاف ديال الناس فاش كيشوفوا مثلا واحد الشخص حقق واحد لوبجيكتيف. ناخذ واحد المثال ديال واحد البادي بيلدر، يعني واحد خونا في كمال الاجسام، فالغالبيه غادي يقول بانه هذا الشخص راه ما كيدير حتى شي حاجه جديده، راه كيمشي غير كيتريني في لاصال. ولكن الحاجه اللي غادي ناسوري لك هي انه هذا الشخص هذا راه ماشي في عام، ماشي في عامين، ماشي في 3 سنين، راه نقدر نقول لك باللي على الاقل باش يوصل لهذاك لو نيفو راه خاصو واحد 4 سنين هو مستمر وما حبسش، هو كيتريني على الاقل 4 المرات في السيمانه، هو كيحسب الماكله ديالو وكيقادها باش يوصل لهذاك لو نيفو. فبزاف ديال الناس غادي يحتقروا المره الاولى داك النجاح ديالو، وغادي يحاولوا على انهم يديروا بحالو، غيبداو السيمانه الاولى غيجيهم داك الشيء قاصح، دونك في الاخر يقول لك اش بغينا كاع بهذا الشيء وغادي نحبسوا. مثال اخر واللي هو التحدث باللغه الانجليزيه، الناس غادي نشوف واحد الشخص كيهضر باللغه الانجليزيه بواحد الطلاقه وما عندوش فيها مشكل، يعني كيحسب راسو اليز هو تيهضر فيها والبرونسيشن ديالو واعره، وغادي يبداو يقولوا باللي دونك راه انا ممكن على انني نديرها وجو بونس باللي غادي تكون سهله، يعني تقدر في شهر ولا في شهرين ولي بحاله. دونك اشنو خصني ندير؟ خصني نمشي غير نتعلم لونجلي. دونك غادي يدوز السيمانه الاولى غادي يجي الملل، ما غاديش يقدر على انه يستمر، في الاخر يقول لك واه ما قدرتش على انني نهضر باللغه الانجليزيه. المشكل فين كاين؟ هو انه الناس كيحتقروا النجاح، كيحتقروا تحقيق الاهداف، كيسحب لهم بلي الاهداف راه شي حاجه اللي سهله، حيت مواقع التواصل الاجتماعي المؤثرين كيوصلوا واحد الفكره على النجاح لانه راه شي حاجه اللي سهله، لانهم راه كيكونوا غير ناعسين كيفيقوا الوقت اللي قال لهم راسهم، ما تيديروش شي افور كبير وفي الاخر كيوصلوا داك الشيء اللي بغاو. في حين هذه راه واحد الفكره اللي غالطه، اي واحد شفتي ناجح في حياته سواء في المجال ديال الفاينانس، سواء في المجال ديال القرايه، سواء في المجال ديال الخدمه، سواء في المجال ديال البيزنس، شوف المجال ديال الرياضه، اي حاجه كون متاكد باللي كانت عنده واحد الاستمراريه خياليه، ماشي استمراريه، استمراريه خياليه، يعني قليل الناس اللي عندهم هذه الاستمراريه اللي خلاته على انه يحقق هذاك الهدف. دونك بالنسبه لي انا الاستمراريه هي كلشي، الا كان الواحد ما قادرش على انه يبدا واحد الحاجه ويستمر فيها راه ما يمكنش على انه يحقق هذاك الشيء اللي بغى. ماشي وقت ما رشقات لك عاده باش تنوض تخدم على واحد الهدف، ما عمرك ما غاديش توصل ليه، خاصك تكون كتخدم عليه وما تحبسش. فهذاك الشخص اللي كيلعب سكيت مزيان راه استمر حتى وصل لذاك لو نيفو ديال انه ولا تلعب بسكيت ترونكيل. ولكن كون حبس في الاول، كون غير وقف مثلا فوق السكيت تحس براسو ماشي هو داك، طاح قال صافي، ما عمرو ما كان غيوصل لهذاك لو نيفو. داكشي علاش الرساله ديال اليوم هي الا كنتي باغي تنجح، الا كنتي باغي تحقق واحد الاهداف اللي مهمين ليك بزاف، وجد راسك على انه القضيه غادي تكون صعيبه، ما كنقولش لك مستحيل، كنقول لك صعيبه، يعني خاصك الوقت، خاصك المجهود، خاصك شي حوايج اللي تسكري فيهم باش تحقق هذاك الهدف. واهم حاجه في هادشي كامل هي الاستمراريه. فاش غادي تكون عندك الاستمراريه؟ اي خصك حاجه وحده هي الوقت، عندك الاستمراريه والوقت صافي، مع المده ديك الساعه غادي توصل لهذاك الهدف، بقات غير مساله وقت، صافي خصك غير تصبر على الوقت، ما تكونش زربان. الا كنتي زربان وباغي تحقق الاهداف في الاول ما غاديش توصل ليها، هذيك الزربه ما كتخدمش في التحقيق ديال الاهداف، تقدر تخدم في حوايج اخرين، الا بغيتي مثلا تاكل شي حاجه تكومونديها في البلاصه في واحد ربع ساعه توصل عندك، تقدر مثلا احتاجتي شي حاجه في السوبر مارشي عاوتاني تكومونديها تقدر توصلك دغيا، ولكن في التحقيق ديال الاهداف هاد القضيه ما خداماش، ضروري من واحد الحاجه اللي سميتها الوقت ومهمه في المعادله ديال تحقيق الاهداف. ابار الاستمراريه اللي كنقول انا باللي مهمه وضروريه، وكنشوف غير ليكزومبل فيا انا اللي من 2019 بديت في القضيه ديال الاستمراريه وما حبستش، حققت بزاف ديال الاهداف اللي 5 سنين ولا 6 سنين قبل كنت كنقول باللي هادو ما عمري ما غادي نحققهم. كاين واحد الحاجه اخرى واللي هي العقليه، خاصك تكون عندك واحد العقليه ديال المحال، هي ديك العقليه اللي كتخليك على انك تكمل ديك الاوقات الصعبه، في ديك الاوقات ديال الفشل، في ديك الاوقات ديال الشك، ديال شنو غادي ندير دابا، محال واش غنوصل لك الهدف، داك الهدف بعيد عليا، صافي بغيت نستسلم وما قادرش نكمل. الا كانت عندك عقليه المحارب كتكمل في هاد الاوقات، والا كانت عندك واحد العقليه ضعيفه كتحبس، ومن اللي كتحبس ما كيطرا والو، كترجع عاوتاني لك حياه اللي قديمه. استمراريه وعقليه المحارب هادو واحد جوج ديال الاسلحه، الا كنتي مسلح بهم مزيان ما عمرك ما تخاف، غادي يبقى غير كيستيون ديال الوقت، ومع المده غادي تحقق هذاك الهدف اللي مهم لي. هذا هو الميساج ديالي في الفيديو ديال اليوم، تهلا ليا في راسك، نتشافو غدا ان شاء الله في فيديو جديد.